في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها وحفاظا على الصحة العمومية، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية الدرك الوطني لافونتيان كتيبة الجزائر من توقيف شخص مشتبه فيه يقوم بترويج مخدرات صلبة نوع جديد حديث التداول بين أوساط المدمنين. هذا المخدر هو عبارة عن طوابع الألازدي، تم ضبطها بحوزته والمقدرة ب 2201 طابع بمختلف الألوان والرسوم، مع حز مخدر آخر عبارة عن سيجارة إلكترونية نوع غازغان بها مادة مخدرة TRC محظورة دوليا، طائرة بدون طيار، درون صغيرة الحجم بجميع لواحقها. العملية جاءت بناء على معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة، مفادها وجود شحنة من المخدرات يتم ترويجها من طرف شخص قام بإدخالها بطريقة احتيالية إلى التراب الوطني. هذا المخدر هو دخيل على مجتمعنا ومحظور عالميا. تم إجراء الخبرة العلمية على هذا المخدر على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام لقيادة الدرك الوطني ببوشاوي، أين أفضت النتائج العلمية أن هذا المخدر يحتوي على مادة مخدرة ومؤثرة عقليا وتأثيرها كبيرا مقارنة مع المواد المخدرة الأخرى. تم تقديم الموقف أمام الجهات القضائية المختصة.